المستضعف دليل يا نبيلي انت تيمت مي هنا انت شيخون الخيط انت انفول امشو تي بلين تمشو اويس ارينت من شنو ايقون انقد سليلو يا ماروتشاس انت اكليسيا انت مفلا يوت ام فريتين هاني سو اف ان اف ان جن سو تون اف او نو افور كن جيب شو سو ان اف او ان سي جن طم بيف او ام شاينه قطعي تكسيس من شيس شوي سوينا من مبن يوتس قواب بطري يرشيس بابا أفتا ودرس بماه اصناف من بن يوتن بسكوبس أفا إلى سكوبوس نيت كيني ايمان شو يصفت عالي Cosumento agio evangelio smarot jefis ne yukhne fran bshol sintiri gom kirie flogison ekto kota metsi onagio evangelio tonon smar sasi kere انصتوا لسماع الإنجيل المقدس من فم أبينا المقرم البار المثلث الطوب أبينا أنبا الإباروشية المحبة للمسيح البحر الأحمر وكل تخومها إله السماء يثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سلمية مديدة ويخضع جميع أعدائه تحت قدميه سريعا
ويعطيه زمانا هادئا بهيجا، ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلباته الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار متى البشير الرسول الطاهر بركاته. النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. افتحوا لي أبواب البر، ادخلوا فيها وأحمدوا الرب. هذا الباب للرب، الصديقون يدخلون فيه. فليرفعوا في كنيسة شعبه، وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل النبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون. أقسم الرب ولن يندم، أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملشيصدق. الرب عن يمينك يا بان الطاهر، الباب البطريرك الأنبات ودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباء إلريون، وشركاؤك في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقفة المجتمعين معنا. الرب يحفظ لنا حياتكم. باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد دائما. لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه
ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. احترزوا من الأنبياء الكاذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبان أو من الحسك تينان؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، أما الشجرة الرديئة فتصنع أثمارا رديئة. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. فإذ من ثمارهم تعرفونهم، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات.